ساعات قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان، شهر الخير والبركة. شو هي القيم اللي تعلمناها من هذا الشهر؟ شو هي القيم الأخلاقية اللي تعلمناها من هذا الشهر؟ شو هي الطاقة اللي أخذناها من هذا الشهر الفضيل؟ كل هاي الأمور رح نحكي عنها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، خبيرة الطاقة غالية البغدادي. يسعد صباحك غالية. يسعد لي صباحك حبيبتي. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. عم نودع بالساعات الأخيرة، نحن لنستقبل أول أيام عيد الفطر. كل عام وأنت بألف خير ودايما بخير حبيبتي. بهذا الشهر خلينا نقول هو فرصة لنا ومساحة خاصة بحياتنا، إن كان روحانيا صحيا سلوكيا أخلاقيا. خلينا هيك أول شيء نحكي بشكل عام عن الشهر الكريم وعطاياه، بس هيك نفرد بالقصص شوي شوي. تماما. هلا أكيد شهر رمضان هو من الأشهر النورانية يلي هو بالفعل في طاقة روحانية كتير حلوة وكتير عالية. فنحن أكيد قبل شهر رمضان على طول بنحط خطط، إنه أنا مثلا بدي غير من حالي، أنا بدي أحاول فوت على هذا الشهر وأطلع منه باستفادة، لأن هو شهر بالفعل بتحسي إنه نوعا ما أنا بحسه بيقيمنا أو بيعطينا هيك، يعني ما فيك تطلعي من شهر رمضان أنت ما عندك شيء متغير فيكي. فليش نحن ما نستفيد من هذا الشهر وقت نحن نقرر، بس يكون الشخص مقرر أني أنا ناوي أتغير، ناوي أتغير للأحسن، ناوي أقوي إيجابياتي وأطلع من هذا الشهر بكتير قيام حلوة وبعادات حتى حلوة. إذا بدنا نروح نحكي عن أعمال الخير بالشهر الفضيل، قديش هي مهمة وقديش شفنا هي الفعاليات والمبادرات، لكن قديش هي مهمة لما بتضل مستمرة، لأنه هي القيم هي المبادرات اللي نحن عم ناخدها من هذا الشهر الفضيل أو عم نكون فيها بالشهر الفضيل، قديش حلوة تستمر بكل الأيام خصوصا بهي الظروف الصعبة. تماما. هلأ نحن على طول بشهر رمضان يعني وقت بننوي انه نحن بدنا نعمل شيء، بدنا نعمل خير، بدنا نعمل، تحسي الناس كلها بتاجل لشهر رمضان لانه هو بالفعل شهر الخير والبركه. المهم نحن نكون انه عن جد حاطين ببالنا انه انا ناوي اتغير، انا ناوي اعمل خير، انا ناوي اعلم اولادي حتى هي العادات والتقاليد. وكثير شفنا وبنشوف بشهر رمضان انه الناس اللي مثلا بدها تتبرع او تعمل وجبات غذائيه او تعمل هالقصص، كثير شفنا هي المبادرات الحلوه. صحيح. وكانت بكل المحافظات السوريه يعني. تمام. وقديش كانت حلوة هاي الفكرة وقديش عطت طاقة إيجابية لهذا الشهر الفضيل. يعني نحن كتير ناس منشوفهم إنه بيضلوا عم بيستنوا شهر رمضان، بيقولك لأنه شهر الخير، لأنه مثلا في ناس بالفعل بحاجة بتستنى هذا الشهر لتجيها هاي المساعدات. طب نحن ليش ما نستمر بهذا الموضوع؟ ليش ما نضل مثل ما حسينا بشهر رمضان نطلع منه ونحن قدر المستطاع قد ما فينا نعزز هاي القيم، يضل عنا هاي المبادرات تكون دائمة، وبشهر رمضان الكريم نقدر إنه نحن نزيدها أكثر، نقدر نزيد الخير أكثر. نحن في شغلة عنا بالحياة إنه أنا لما بدي أنوي التغيير، لما أنا بدي أحط ببالي إني أنا بدي أتغير، أنا بدي أكون بشهر أفضل أو بطاقة أفضل، كيف؟ كل شيء بده تدريب. يعني أنا ما فيني مثلا أكون من الأشخاص اللي مثلا كتير عصبي أو كتير سلبي وفورا بيوم وليلة بدي أتغير، أنا بقول لهم ما بيصير هيك، بالتدريب. فهو هي فترة شهر رمضان اللي نحن كتير منبعد عن الأفكار. يعني قديش نحن مثلا بنسمع كلمة إنه اللهم أني صائم ما بدي أعصب، اللهم أني صائم ما بدي أتحاسب. تماما. فهي لحالة أنا بقول لهم هي فترة تدريب. حتى مثلا المدخنين اللي عم يعملوا دايت، اللي عم يعملوا هالقصص كلها، بتحسين إنه بفترة شهر رمضان بيعملوا إنه خلص إنه أنا بدي وقف عن شيء معين. فهو هذا نوع من التدريب على فكرة. فنحن كل ما قوينا حالنا أكثر، كل ما ساعدنا حالنا أكثر وأخذنا بعد شهر رمضان، ضلينا متعودين هالعادة، حنلاقي حالنا لبعدين كتير منتخلصين من عادات سلبية على فكرة، ومن شغلات عن جد ممكن تكون هي كتير مضرة لنا. هون ذكرتي يعني كذا محور رح ندخل فيهم بند بند كما بيقولوا. حكيتي عن الصحة، حكيتي عن تهذيب النفس، كيف ضبط النفس، الشيء الإيجابي بحياتنا، ولكن هدول السلوكيات نحن ما لنا قادرين اليوم. أنا بشهر رمضان بطل عصيب، بطل كون نقوزي، بطل أنا أعمل أي شيء غلط، وأول نهار العيد أرجع لعادتي الطبيعية. قلتي تدريب، طب أنا خليني أروح سلوكيا، أنا كيف قادرة خلال الشهر أضبط سلوكي ويستمر؟ أنا بيهمني الاستمرارية فيما بعد. تماما صحيح. هلأ هذا الموضوع بالذات التدريب هو بأي شيء بالحياة أنت بدك تعمليه بده تدريب. يعني يمكن أول مرة تلاقي صعبة، مثلا تمري بموقف تقولي أنا بدي ضل ساكتة مستحيل، بس أنت لما تضبطي حالك شوي تقولي لا أنا بدي أتحمل، أول مرة حتلاقيها كتير صعبة. يمكن بس تبعدي عن الشخص أو المكان اللي هو أنت مزعوجة فيه حتطلعي كتير طاقة سلبية أو حتنفجري، أو لترجعي على البيت ممكن تندمي تقولي ليش أنا ضليت ساكتة. بس لبعدين حتلاقي حالك بموقف معين حتقولي منيح لي أني ضليت ساكتة، لأنه ممكن أنت بهيك موقف تحكي حديث تندمي عليه كل عمرك.
تماما او كلمه. فانا هو ليش انا بقول تدريب؟ تدريب انك انت تحاولي تضبطي نفسك، يعني تحاولي تجي على حالك شيء، انه لا خلص انا ما بدي فوت بهذا الجدال العقيم، انا ما بدي احكي هي شغله. مع الوقت بتحسي حالك انك انت صار عندك المده اطول، يعني ممكن انت مثلا كلمه ما تقدري تتحمليها صاروا كلمتين، صاروا ثلاثه، صارت جمله، بس مع الايام حتحسي حالك انك انت يلي استفدتي، طاقتك اللي صارت احسن. ليه؟ لانه انت لما بتفوتي باي موضوع ان كان نقاش او جدال او مشكله او اي شيء بالحياه، ضليتي انت اللي بدك تحكي وبدك تفسري وبدك تعصبي، انت اللي طاقتك مستنزفه حتكون. الشخص الثاني يمكن احنا كثير بنمرق بحياتنا باشخاص بيكونوا قاصدين يفوتونا بهي الطاقه. يعني قصدي مثلا بيلاقوكي انت حدا كثير مثلا رواق ومبلش نهارك بطاقه حلوه، وهيك انه ليش هي هيك طاقتها عن جد، انه ليش يعني كيف مبسوطه كيف. نحن كثير بنمرق بحياتنا هيك اشخاص، فلازم او بحبوا انه يزتوا كلمه، وهن اللي بيعرفوا انه هذا الشخص هي نقطه ضعفه، انا ما قال لها هيك هلا بنزعل كل النهار، بضل طول النهار مكركبه. فبيحكوا هذا الشيء بيكون عن قصد، فليش انا ما اكون عندي ضبط النفس اني انا اطلع واضحك وامشي كمل النهار. هذا بده تدريب كثير دكتوره، يعني صح انه انا اضبط نفسي. يعني في ناس بتقول لك داخليا انه اعطي ثواني لنفسك، عدي بقلبك مثلا، انه يمكن الكلمه اللي بدك تغلطي فيها بعد عدتين تتراجعي عليها. يعني تماما يعني انا لهيك بقول انك انت فكري قبل ما تحكي او اسمعي، او اذا كنتي مضطره تكوني بمكان ومضطرة تسمعي هذا الحكي، يعني احيانا بتكوني بمكان انت مضطرة تسمعي هذا الحكي، ما فيكي لا تطلعي ولا فيكي ولازم انك تسمعي. اعتبري حالك انك انت قاعده، انا هيك بقول لهم اعتبري حالك انك انت راكبه بتاكسي وهذا التاكسي شاعل الراديو، هل انت حتكوني مركزه مع الكلام؟ فانت اذا ما ركزتي مع الكلام ما حتاخذي هي الطاقه السلبيه اللي هي عم تتوجه. فنحن اي كلام بنكون بمكان اي كلام عشان ما نكون معصبين ونكون نحن الاشخاص المستفزين، يعني يستفزونا ويوصلونا لهي المرحله اللي هن بدهم يشوفونا انه نحن عن جد هن وصلوا لهي المرحله انه نحن عصبنا وعيطنا وانتصروا. انا بعمل انه هذا الكلام مؤلي وكانه مؤلي، عم اطلع هيك بس انا ماني مركزه بالحكي، من معنى فصل الحواس انه ببدا فصل تماما الحواس. فانت هون بتكوني على فكره 70% من الطاقه اللي بتكون عندك بتحسيها نزلت. طب اليوم في الاطفال كمان بشهر رمضان، يمكن نحن وقت منعودهم على الصيام باعمار معينه كمان ضروري نعودهم على هي العادات وتستمر معهم. خلينا نحكي شوي كيف اليوم نحن بدنا نطلع الاطفال من هذا الشهر الفضيل لحتى هي ضبط النفس، القيام، العادات اللي تعلموها تضل مستمره معهم كمان. تمام. هلا الطفل الصغير بتحسيه، انا بشبهه احيانا بالسفنج، يعني شو ما بتعطيه بياخذ. فالولد الصغير لما بيشوف ابوه طول الوقت او امه انا معصبه لا تحكي معي، انا معصبه لا تحاكوني، انا كذا، فهو تلقائي حيروح على المدرسه وحيكون صغير حيقول له لرفقاته انا معصب لحدا يقرب علي، انا هلا بضربكم. ها فالولد مثل ما بتعلميه بيتعلم. فنحن المفروض انه نحن على طول قدر المستطاع انه نقيم شوي من اخلاقياتنا ناح اطفالنا، لانه هو اي شيء نحن عم نعمله هو اللي حينزرع فيه. نحن يمكن بنعمله التصرف مره بس بالطفل حينزرع فيه كل العمر، لانه هو مثل ما بيشوف حياخذها عاده. تماما حياخذها عاده. فانا قدر المستطاع عوده على الشيء المنيح، انه لا ما بيصير شهر رمضان هو ما له علاقه بهدول الكلمات السلبيه اللي نحن انه هلا الله يعيننا ومدري شو، لا بالعكس هو شهر خير، شهر ليقيمنا، شهر ليعودنا على الصبر، شهر لحتى نحن نتعلم هالعادات والتقاليد الحلوه، اللي اني انا ساعد جاري، اطلع مثلا شوف الزينه، اطلع يعني شوف الاسواق، شوف الناس، شوف الخير، اتبرع. فانا بدي اعزز هاي القيم باطفالي، يعني وقت اطلع مو اني انا اخليهم بالبيت واطلع لحالي، لا يخليهم يشاركوا معي بكل شيء لحتى تكبر هاي القصه عندهم ويحبوا حتى هذا الشهر الفضيل. وهون ذكرتي نقطه جدا مهمه دكتوره، هي انه هذا الطفل يشوف مو بس نظري، خلينا نحن ننزل على الارض ونفرجي نحن الناس بهذا الشهر كيف في تشاركيه. اليوم في حملات بجميع المحافظات السوريه لسحور لافطار، حتى امبارح كان في بالكنيسه بمدينه حلب، يعني قدمت بليله القدر للجوامع. يعني هي قد ايه خطوه عظيمه وتشاركيه جدا مهمه بين السوريين. قد ايه المهم هذا الطفل انا اخذه فرجي شو يعني التطوع، شو يعني وجبه افطار، شو يعني انا اليوم حن على حدا محتاج، او الاشخاص الاكثر احتياجا هون بحاجه نكون معهم بالعيد، قد ايه المهم الشيء الملموس. يعني
تماما. هلا الطفل على طول انا بقول لهم بيفهم الشيء لما بيشوفه قدامه، لما بيشوفه مثل قصه، يعني لما بدك توصلي له اي فكره للطفل ما فيكي حتى تكوني انت بدك توضحي له فكره، ما فيكي تكوني انت واقفه وهو مثلا هي هذا فرق الطول بينك وبينه، وقت بيكون بيطلع عليك هيك بحس في كثير مسافه فما بتوصل له الفكره. الطفل لما انت بدك تتواصلي معه بدك تنزلي لعنده وتحاولي تحكي معه وتحاولي الفكره اللي بدك توصلي له تسردي له على طريقه قصه. فقد ايه حلو نحن لما بناخده معنا ومنورجيه ومنبلش نحكي له انه نحن بلد وحده ونحن ما عندنا فرق ونحن على طول هيك بلد الخير وعلى طول نحن بنحتفل احتفالاتنا وحده ونعزز هي القيم عندهم ونورجيه على ارض الواقع. الرؤيه كثير بتختلف عند الطفل، مو مثل اذا هو عم تحكي له بدون ما يشارك. بس يشارك بتحسي بيصير حتى الطفل بيعطيكي افكار افكار حلوه بالمشارك، انه ماما تعي نعمل هيك، ليش ما نساوي هيك، بيصير حتى هو بينتبه على التفاصيل. اذا كان قاعد بيقول لك هون في واحد ختيار مثلا قاعد، فيني انا انزل اعطيه او فيني انا ساعده، يعني انت بتعززي هي القيم عند الطفل. بس الطفل المفروض يكون حدا مشارك، مو بس نحن نسرد له القصص وهو ما يكون عم يشوف شيء. هون يعني كثير نقطه مهمه انه اليوم ثقافه العطاء وليس شيء نحن ما لنا بحاجته، انه اليوم انا قطعه بحاجته بس انا حابه اعطيها لحدا، يعني تعزيز هي الصفه بالطفل جدا مهمه، انه مو شيء مو لازمني انا اروح اعطيه للناس. هون فقد قيمه العطاء يعني التفسير المعنى، يعني قدامهم اليوم انا علمه انه حتى لو انت كنت محتاج هاي القطعه ولكن في ناس محتاجه اكثر لها. مظبوط. هلا هي الشغله كثير مهمه حتى بطريقتنا نحن بالايام العاديه، يعني نحن كثير بنشوف مثلا بتعلم الامهات واولاد انه انت اذا رفيقك مثلا السندويشه اسمها ما بينك وبينه او البسكويت اسمها ما بينك وبينه، هي التشاركيه، هي التشاركيه الحلوه، انه هو بيصير لدرجه انه بيصير بيقول لك اعملي لي الي ولرفيقي. لما انت بتعززي هي القيم عنده قديش حلوه، قديش بتحسي انت الطفل بيكبر قدام عينك بتحسي عنده قيم، عنده افكار، عنده مبدا بالحياه، صار هو كثير مهم. حتى بعيدا عن هي القصص، الجيل هذا اللي هو هلا يعني بتحسي كثير واعي، فانت ليش ما نعوده نحن الشغلات الايجابيه؟ يعني انا كثير بقول لهم انه لا تضلوا ترددوا قدامه الكلمات السلبيه، لا تضلوا ترددوا قدامه انه مثلا الحياه والدنيا وهدول الامور والظروف، لا اعطوه امل للحياه، لانه هو هذا جيل المستقبل اللي طالع، انتم زرعوا بقلبه قيم واخلاق حلوه واعطوه طاقه ايجابيه بطريقه كلامكم. والتحفيز او الدعم النفسي للطفل كثير مهم، انه انت بتقدر، انت مع الايام حتقدر وحتعمل، وانت بس يعني الطفل بس تدعميه بتحسيه بيبدع. خلينا نروح شوي لدور المدرسه. اليوم الطفل وقت اللي عم يتعلم هي القيم بالبيت كمان لازم تكون بالمدرسه كمان، هذا الشيء لازم يتعلمه ويضل معه مستمر. نحكي شوي عن هاي النقطه. تماما. هلا كثير مهم بالمدرسه التواصل بين الاهل والمرشده النفسيه اللي هي بتكون موجوده بالمدرسه، يعني احنا احيانا بنشوف الاهالي خلص الولد بالمدرسه ما عاد لهم علاقه لا بيتواصل ولا شيء، التواصل التواصل كثير كثير مهم، انه يكون في تواصل بين الاهل وبين المدرسه. صحيح. والحمد لله هلا نحن عم نشوف بالمدارس كثير عم يعززوا هذا الدور، يعني مثلا بالاعياد بالمناسبات عم يعملوا لهم احتفاليات بسيطه، عم يعملوا لهم هي التشاركيه، فبتحسي الولد راجع كثير عنده افكار حلوه وطاقات حلوه. فهذا الشيء على شو المناسبه تماماً. شو يعني تماما، لانه بالمدرسه هو حيشوف الاطفال كلها من نفس الجيل من نفس تماما وعم يقضي وقت طويل بالمدرسه. تماما. فهذا الموضوع كثير مهم، والحمد لله هلا عم نشوفه بمدارسنا، يعني معلمات حتى عم بيعملوا اجتهادات شخصيه منهم بهدول المواضيع هي، فعم نشوف الاطفال الحمد لله يعني عندهم صار تشاركيه، عندهم افكار، تحسي الولد عم يرجع من المدرسه هو عم ينقل لك فكره عم تكون كثير ايجابيه، يعني من قبل شهر رمضان بتحسي انه بهيئوا لشهر رمضان، من قبل الاعياد تحسي بهيئوا للاعياد، وهي شغله كثير مهمه. صحيح. طيب خلينا نرجع هيك لنركز على الاخلاقيات بالشهر الكريم، اليوم شو اهم الاخلاقيات اللي نحن ممكن نستفاد منها خلال هذا الشهر؟ تمام. اهم شيء انه نحن فتنا بهذا الشهر الفضيل، غيرنا نوعا ما فيني اقول من الافكار او العادات اللي نحن عنا اياها، يعني مثل العصبيه او غيرها او غيرها، مثل صله الارحام اللي نحن بالايام العاديه ما عاد اجتمعنا، مثل القعده اللمه على السفره، هدول كمان نحن فاقدينها. طب نحن بهذا الشهر الفضيل قد ايه كنا مبسوطين بهدول القصص. صحيح. والزيارات والسهرات اللي هي عم تكون بالسحور وهيك، ليش ما نحن نضل متابعين؟ ليش ما نحن يضل عنا هي الروح الحلوه؟ هذه
الاجتماعات الحلوة، صلة الأرحام، لأنه للأسف بهذا الوقت بالذات وسائل التواصل الاجتماعي كتير قطعت الناس عن بعض، يعني صرنا خلص بعدت. على الواتساب تمام. فنحن قديش مهم بهذا الشهر الفضيل بما أنه رجعت هاي القصص نكمل فيها، يضل عنا هاي الاجتماعات، يضل عنا هاي صلة الرحم، نستفيد من كل شيء طلعنا منه من شهر رمضان، إن كان الصبر، إن كان العطاء، إن كان الطاقات الإيجابية، الطاقات الروحانية من الشهر الفضيل تضل مكملة معنا. تمام. حتى كتير أشخاص بنسمعهم مثلا بيقولوا أنه نحن ما لنا معيدين أو ما بدنا نعيد، يمكن هي الظروف الصعبة يعني اللي عم تمرق على الكل، بس يمكن هذا الشيء ما بيمنع أنه مثل ما ذكرتي أنه دائما صلة الرحم نجتمع لو بالشغلات البسيطة يمكن اللي نحن بنقدر فيها. تماما. هنا هدول الأشخاص السلبيين اللي على طول بيقولوا لك ما بدنا نعيد، ما بنحب رمضان، ما بنحب فصل الصيف، هدول الأشخاص اللي بيضلوا بيرددوا لدرجة أنه حتى بتلاقيها ست البيت وقت بدها تعزل قبل ما يجعها ظهرها هلأ بده يجعني ظهري تروح تأخذ الحبة قبل. فهي عم تجيب، هي عم تجيب أو عم تمص الطاقة السلبية لحالها، فبالفعل ما حتكون مستمتعة بشي. الكلمة اللي نحن بتطلع منها إلى تردد كوني وبتتوزع على محيطنا، بتتوزع على البيت كله، فقدي حلو يكون ألفاظنا حتى مع حالنا ومع محيطنا إيجابية ليضل عنا هي الطاقة الإيجابية، لأن صدقوني الكلمة إلى تردد. أنا طول ما لي عم ردد إني أنا ما بحب العيد، عن جد حيصير مع شيء سلبي وعن جد ما حتحب العيد، بس لما بتكون نحن عم نجذب بكلامنا الشيء الإيجابي كتير حتفرق معنا. أكيد. دكتورة ذكرنا خلينا نقول فوائد أخلاقية ومساحات روحية اليوم تخلق بالشهر الكريم لأنفسنا لأرواحنا، ولكن نحن أكيد ما فينا نتغاضى أيضا عن الجانب الصحي، يعني اليوم صوموا تصحوا. تماماً. هلأ ما بعرف ليش للأسف شهر رمضان صار شهر للمأكولات أو للطعام، هو ما له علاقة أبداً بهذا الموضوع. شهر رمضان بالذات هو شهر لحتى يرتاح جسمنا، لحتى ينظف جسمنا، يعني نحن بنعرف أنه الخلايا بتنظف حالة، بتصير بتاكل حالة بفترة الصيام، بتاكل الخلايا الشاذة اللي هي بالجسم، بس نحن طريقة إفطارنا الغلط اللي هي العصائر والتنوع الكبير بالأكل، للأسف نحن عم نطلع من هذا الشهر زيادة بالوزن وتعبانين ماديا وتعبانين نفسيا، لأنه عم نكون يعني بتلاقي الناس بتقلك أنا باكل وبنام. طب أنت ليش بتنام؟ عندك فكرة ليش بتنام؟ لأنه المعدة صار فيها نوع من التخمر، ما عاد هضمت، فتعب الجسم كله، فبتصير أنت بس بدك تنامي. فيا ريت نحن نستفيد، يعني هلا للاسف خلص شهر رمضان، يا ريت الناس تكون انه تتعلم لرمضان الجاي انه هو رمضان مو شهر للاكل، مو شهر لمد الصفر ابدا، هو يوم يعني شهر مثل الاشهر العاديه، نحن ننتبه لهذا الموضوع، نساعد جسمنا انه ينظف حاله، مو بالعكس ننزع كل شيء عملناه بالنهار بساعتين المساء اللي نحن بنضل من السحور للفطور ما عم ناخذ كل شيء. تماما. هي بتحسيها صفت عادات وتقاليد انه التنويع بالاكل، نحن شو بدنا نحط على وجبه الافطار، حتى لو ما بده ياكل الشخص بتلاقي لازم يكون في قدامه انه خلص هي عادات وتقاليد، لازم هي الاشياء كلها تكون قدامنا مثل ما ذكرتي من الفطور للسحور. تماما. هلا هن بيقولوا لك اخذين مقوله انه العين بتاكل، والله يعني انا ضد هي المقوله تماما، لانه حلو انك ترتبي، حلو انك تزبطي، بس مو حلو انك تنوعي كثير، لانه بالفعل حتتعبي، حيتعب جسمك كثير. لا بال يعني شهر رمضان برجع بقول لكم مو شهر للاكل ابدا ابدا، مثل ما انه مفكرين انه لا ننوع. حتى العصائر قديش مضره اللي هن ضافوها بهذا الشهر الكريم، انه نحن خلص يعني المي افضل شيء انه هو نحن نشربه ضمن فتره الافطار، اما هي العصائر اللي هي كثير عم تتعبنا وعم تتعب امعائنا، بس عادات مثل ما حكيت وعادات وتقاليد عن جد وتوارثوها للاسف. مثل ما قلنا اليوم هذا الشهر 30 يوم هي مساحة يعني كفيلة اليوم لنحن نقدر نغير، كان صحيا أخلاقيا سلوكيا، ونطلع بنتيجة نستقبل عيد الفطر السعيد بطاقة إيجابية. كنا هيك بدنا نحكي شوي عن الطاقات ولكن بحلقات أخرى. دكتورة شكرا لحضورك اليوم تسلمي. ورمضان كريم، وأكيد لك كل عام وأنتي بألف خير. بألف خير. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك دكتورة، كل عام وأنتي بخير. وأنتي بألف خير.